أسعد الله أوقاتكم. سأتحدث في هذا الفيديو عن طاقة الألوان، وسأتحدث عن علاج الحالات النفسية بطاقة الألوان. إذا كنت مشاهد جديد في القناة، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بها حتى يصلك كل ما هو جديد. عند الشعور بالخمول أو الشعور بالروتين اليومي، يفضل ارتداء اللون الأحمر، لأن هذا اللون سوف ينشط الدورة الدموية ويجعلك مفعم بالحيوية والنشاط. وللمتزوجات سوف يمنحك جاذبية أمام زوجك. بالنسبة للون الأبيض، هذا اللون هو لون الصفاء، وسوف يعكس على ملامحك البراءة، فسوف تظهرين طيبة وبريئة بنظر الآخرين. وإذا كنت متزوجة، سوف تظهرين طيبة وبريئة بنظر زوجك، وبأنك من النوع الذي لا يحب اللجوء للمشاكل، بل أنت تقومين بحل هذه المشاكل. أما بالنسبة للون الأخضر، يفضل ارتداء هذا اللون عند الشعور بتعب الأعصاب وبتعب القلب، وهذا اللون هو لون شاكرا القلب. عند حدوث مشاجرات، يفضل ارتداء هذا اللون لتخفيف التوتر، وهذا اللون يخفف من حدة الإحساس بالتعب والإرهاق بسبب ارتباطه بلون الطبيعة. أما بالنسبة للون البرتقالي، يفضل ارتداء هذا اللون عند الشعور بالتوتر أو الفتور، وهو يعدل المزاج ويعطي شعورا بالرضا، ويعطي شعورا أيضا بالسعادة. يساعد هذا اللون على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، فهذا اللون هو لون شاكرا الجذر، وهي المسؤولة عن الصحة العامة. إن هذا اللون يعطيك شعورا بالثقة، وهذا اللون يقلل من احتمالات الشك عند الزوج. بالنسبة للون الأصفر، يساعد هذا اللون على الصفاء الفكري والذهني، ويساعد على رؤية الأشياء بواقعية ومنطقية، ويجعلك أيضا تحدد نقاط القوة والضعف لديك، ويجعلك تتواصل مع الآخرين بشكل أفضل. إن هذا اللون يخلصك من الطاقة السلبية ومن السموم ومن الشوائب. أما بالنسبة للون الأزرق، يستخدم هذا اللون للاسترخاء، وهو من الألوان الباردة التي تساعد على تخفيض حرارة الجسم. تخفض درجة الحرارة تقريبا درجتين. هذا اللون يستخدم بالعضلات والنزهات، أو حينما تمضين إجازتك في مكان هادئ. إن هذا اللون سوف يشعرك بالهدوء والسعادة والرومانسية. أما بالنسبة للون البنفسجي، إن ارتداء هذا اللون في وقت العصر سوف يمنحك الهدوء والسكينة والتأمل،
عندما يكون مزاجك متعكرا فلا ينصح بالنظر إليه بكثرة لأنه سوف يؤدي إلى الحزن والكآبة. أما بالنسبة للون التركواز، إن هذا اللون سوف يساعد على زيادة مهارة التواصل بينك وبين الآخرين وبينك وبين زوجك إذا كنت متزوجة، وهو يساعد على استمرارية المحادثة والنقاش والتفاهم. يساعد هذا اللون على زيادة إحساس كل طرف بالآخر، وهذا اللون أيضاً يحسن الصحة العامة. بالنسبة للون الفوشيا، إن هذا اللون تبدو فيه الأنثى شديدة الجاذبية، وخصوصاً للمرأة المتزوجة. يساعد على التأثير على الطرف الآخر، يقوي المشاعر ويزيد من الانسجام العاطفي بينهما. هذا اللون يثير الانتباه ويحفز المشاعر، ويفضل ارتداء هذا اللون للفت انتباه الزوج. أعزائي، هذا بالنسبة لطاقة الألوان، ولكي يصلكم كل ما هو جديد لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء حتى يصلك كل ما هو جديد. بإمكانكم حجز استشارة خاصة أو دعم القناة بالتواصل معي عبر رابط التليجرام الموجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت أسفل هذا الفيديو. وللحصول على أسبقية المشاهدة اضغطوا على الرابط الموجود في صندوق الوصف. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.